السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم تكونوا في صحة جيدة. هذا النهار باش نجيو لهنا الأكسيون، نعدلوا واحد الجولة مع بعض هنا في الأكسيون ونشوفوا ما هو الجديد. كيفاش كتشوفوا معايا الجديد؟ هو هذا البلاطوات ولا السواني، هذا ما ميغوار كيجيو مزيونين. الا بغيتي كتعلقهم كتعلقهم، ولا بغيتي كتعدلهم ان ديكوراسيون كتعدلهم ان ديكوراسيون، ولا بغيتي كتقدم بهم الحلويات. كيفاش كتعرفونا حنايا المغاربه كيفاش كيعجبنا لي بريستيج، كاين نبغيو نقدموا فيهم الحلويات والانواع. واحد وكيفاش كيبغي يعدل بهاد السواني، هذا هما كيعدل. بغيتي دير فيهم لي بوجي ديالك ولا لي فوتو فور، كذا تزوق بهم لي الصالون ديالك. وفيهم بزاف د استعمالات هاد البلاطوات هذا ما. وجينا لواحد هنايا لهاد العلاقه هاديه، كدقيها مورا الباب ديالك. ودابا كاين كيفاش كتشوفوا هنايا هاد لي ميغوار هذوما، عاو كان هذا ما لي ديكوراسيون ديال ميغوار. كيفاش كتشوفوا معايا، وهذوما هذا ما لما هما هذا لي كوفر ديالك. كيفاش كتشوفهم زوينين، كيجيو هيدا بهذا هاد ديكوراسيون بهاد لي تخص. هذا ما هنايا مع الجوانب بغيتي كتعدلم. وهذا ما لي فوتو فور، هذا ما كيفاش كتشوفو، كيفاش عندهم لي كيفاش النوع زوين. يلاه نزلوه هنايا في هنايا، شو كيفاش كتشوفو، عنده ثلاثة فيهم ثلاثة. ونخليكم ان شاء الله مع هذا الفيديو، واستمتعوا لي ولا عجبكم النوع هذا هاد الفيديوهات، ما تنساوناش ان شاء الله تشجعوا على القناه باللايكات وبالاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وان شاء الله اي حاجه اي طلب اللي بغيتوا تطلبوه طلبوه لي ان شاء الله في التعليقات، واي فيديو وان شاء الله بدايه موفقه في هذه القناه ان شاء الله، باش تكون كامله الجولات في المجازات هنا في باريس. وشجعونا ان شاء الله، ونخليكم مع هذا الفيديو مع هذه الجوله في اكسيون، والى الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم.
Ouais, mais...